أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: سمعت عن جماعة تسمى أهل التوقف، يقول هل هم على صواب؟ لا، ليسوا على صواب، ليش يتوقفون؟ الحكم واضح ولله الحمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا لا يعلمون يسألون أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يتوقفون، إن كانوا يعلمون يعملون بعلمهم، وإن كانوا لا يعلمون يسألون أهل العلم ولا يتوقفون. نعم.